مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عشاق كرة القدم، أجواء رائعة جدا حقيقية هنا في ملعب المباراة. سعيد بتواجدي معكم اليوم، محبكم فارس عوض. لحظات وتنطلق مباراة في دوري 48 ساعة لأبطال فوت. الكل متحمس منتظر هذه المباراة بفارق الصبر. فرصة أمام أصحاب الأرض لاستغلالها بالتأكيد للوصول لمستوى أعلى في الترتيب العالمي. عليهم بذل كل ما لديهم من جهود من أجل تحقيق النتيجة المرجوة. المنافس يسيطر على الكرة. جوشا كيميتش، كومان، وصلت عند إنسيني، وصلت إلى تياغو، لوك شاو، كيفين دي بروين. ألا مع دي بروين فرصة والكرة في وضعية الهجوم. كيفين دي بروين يعتبر الكثيرون حقيقة كأفضل لاعب خط وسط في العالم. تتكلم عن أرقامه، عن إمكانياته، عن ثبات مستواه، عن حلوله، عن صناعته، تتكلم حتى عن أهدافه، عن الصورة التي يظهر فيها، عن شخصية القيادية في أرضية الملعب. واضح أن قادم اللحظات ممكن نشاهد تغيير من جانب المدرب. كومان يستخلص الكرة وينهي المحاولة. لوكاس فاسكيز، فرصة لإرسال كرة عرضية. يتصدى نوير لكن ما زالت فيها خطورة. فدائية كبيرة في هذه اللقطة، شوف اعتراض الكرة. بيرسل الكرة لوسط المنطقة. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. هذه كيف ضاعت، كيف راحت، شوف الفرصة، شوف التصويبة، شوف التسرب، شوف اللقطة في الكرة الماضية كم ممكن يستغلها، لكن الكرة بتضيع. جيمس ماونت، لورينزو إنسيني، ألا مع كيميتش. سيتي يبحث عن طريق المرمى، ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل. مازال يحتفظ بالكرة، ممتاز في إيقاف التسديدة. بتضيع الكرة من دي بروين. كيميتش، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. حكم يحتسب ضربة زاوية. أرضية لا تأتي بالخطورة في النهاية. يلي كراسكو، كراسكو يبعد الخطر. ألفونسو ديفيز، جوشا كيميتش، بتصل إلى كومان. كيميتش، كومان، حلو الكرة البينية خلف المدافعين. يا الله، على الطاير حطها، على الطاير سجلها. هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. كيفين دي بروين، كرة في وضعية هجومية. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. فرصة الآن. كيفين دي بروين، أداما يبعد الكرة، حارس يتدخل بيدفع من المرمى، خروج في توقيت مثالي، خلص هذه الكرة. إمكانية الكرة العرضية،
فرصة خطيرة هنا. يا رب هدف من إنسيني أمام المرمى، لا يؤثر هذه الكرة، يحجب تسجيلها بكل تأكيد. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. الصافرة توقف اللاعبين، خطأ صحيح. كوندوغان، حارس المرمى يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل. سيرجيو بوسكيتس، الكرة تصل لكيميتش. لورينزو إنسيني، الله على النظرة، كرة بشكل جميل، كرة قوية لكن الكرة انفراد بهذه الطريقة، كان عنده حلول في اللعبة الماضية، شوف اللقطة كم ممكن يعدي من حارس المرمى، مستحيلة هذه الفرصة. الكرة بتروح من السيتي. أوتافيو بيخسر الكرة. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق، الله على الكرة. إنسيني ولا مع كومان، كومان بيلعبها، مدافع يقطع الطريق بكل فدائية، ولا فرصة لكرة مرتدة، ضاعت الهجمة المرتدة. لوكاس فاسكيز في الجناح الفاضي، تياغو الكانتارا، فرصة الآن، مستحيل، الله على الكرة، على اللعبة، شوف وتعلم. الآن أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة الرائعة جدا، واللي تأتي في إطار منافسات بطولة دوري 48 ساعة لأبطال فوت. فرصة لإرسال كرة عرضية. ريكاردو بيريرا، كوندوغان، كرة تمرر بكل سهولة. هجوم منظم، تمريرة في مكان خطير. فرصة لكرة مرتدة سريعة. ما قدر ينفذ الكرة المرتدة بشكل مثالي. ويخسر الكرة. ممتاز الكانتارا في اعتراض الكرة. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل، يعودون في المباراة بعد أن تأخروا بهدفين، لم ييأسوا أبدا، من قال أنهم هزموا، كانوا مصرين على تحقيق الانتصار. ألفونسو ديفيز الآن مع إنسيني، ما زالت الكرة عند كراسكو، يا سلام على التمريرة، تسلل واضح، تحرك قبل لعب الكرة، وبالتالي انتهت الخطورة. يا لها من مباراة حتى الآن، أرقام متقاربة، استحواذ وسيطرة من جانب الفريقين، مستوى في الملعب، مباراة مثيرة في كل شيء، تنافس قوي من جانب الفريقين في أرضية الملعب، لكن السؤال من سينجح في حسم الأمور فيما تبقى من دقائق في هذا اللقاء؟ التمركز الجيد يساعد في قطع الكرة.
لورينزو إنسيني. ريكاردو بيريرا. خطرة هذه البينية، يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. تياغو الكانتارا. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، مستحيلة، حققوها، عادوا من بعيد، لم يرفعوا المنديل، لم يستسلموا، قاتلوا حتى العودة، قاتلوا حتى الاحتفال. الله على هذه الروح، بهدوء يحافظون على الكرة. شوف الاستحواذ، شوف بناء الهجمة. إنسيني، يخسرون الكرة. فرصة كبيرة، الهجمة المرتدة ممكن تشكل خطورة. ضاعت الهجمة المرتدة والآن الكرة بتعود للخصم. يلعب الكرة بدقة كبيرة، بالملي. يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة، كرة جميلة إلى كراسكو. استعادة للكرة، إنهاء لخطورة الفرصة الماضية. يعود لوسط ملعبه من أجل الكرة. لورينزو إنسيني، فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. الله، التعادل يأتي، المباراة تبدأ من جديد. والآن نعود مرة أخرى لنقطة البداية مع هذا التعادل في لقاء مليء بالتحولات والمتغيرات. تصويبة باتجاه المرمى، يا رب، يضربون مرة أخرى، هدف آخر بيريح الأعصاب، بيوزع الفارق، بيزيد الأفراح. انظر كيف يبدأون بقوة، هدف التقدم الآن قبل صافرة النهاية بقليل، هدف قد يحدد هوية الفائز في هذه المباراة. يلعبها في مكان، يتصدى نوير، لكن ما زالت فيها خطورة. ماونت، تمريرة بعد تمريرة بعد تمريرة. يا سلام، هذا الكلام، انظر إلى كرة القدم الآن. بيخسر الكرة. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. أجواء خيالية في ملعب المباراة، أهازيب، صخب، طرب. الله على الفريق المستضيف، يقترب الآن من تحقيق الفوز في هذا اللقاء. شوف جماهيره، انظر إلى هذا المشهد. آخر فرصة للعودة في النتيجة. الله على تنظيم اللعب، الله على محاولة بناء هذه الفرصة والعودة في النتيجة. 8 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. ماونت، وصلت عند إنسيني. سيرجيو بوسكيت. لورينزو إنسيني. ألفونسو ديفيز. ألا مع كيميتش. خوان كوادرادو. سيرجيو بوسكيت. تمريرات عديدة بين اللاعبين، يتناقلها الفريق الآن في انتظار اللحظة المناسبة. جيمس. خوان كوادرادو. ألا مع كيميتش. سيرجيو بوسكيت. دقيقتين فقط ويعلن الحكم المباراة نهاية اللقاء. ممتاز في الضغط العالي، بيسقطها من فوق حارس المرمى. كرة تصطدم في القائم وترجع إلى الملعب. أي إثارة، أي جنون في اللقطة الماضية. العارضة تقف بجوار حارس المرمى. بفوز الفريق اليوم يتأهل في الترتيب وينتقل لمستوى أعلى في تصنيف الفرق. مستوى جميل يظهر من